صباح النهارده انا عايز اتكلم عن ماتش البارسا والميلان في دوري الابطال في السان سيرو والفوز التاريخي اللي قدر يحققه الروسونيري على البلوجرانا بهدفين للا شيء. ففي الوقت اللي نجح فيه ماسيميليانو أليجري في انه يتقمص الى حد ما دور خوسيه مورينيو، فشل فيه بالتاكيد فيلانوفا في انه يتقمص الدور البطولي لبيب جوارديولا. في بدايه الكلام اكيد احب اني اشيد بالاداء المميز جدا للميلان من اللعيبه للجهاز الفني لحتى ال 80,000 مشاهد اللي ملأوا مدرجات السان سيرو وكان عندهم ثقه كبيره جدا في فريقهم وقدروا ان هم يكذبوا كل المشككين اللي كانوا فاكرين ان البارسا رايح ميلان عشان يتفسح. وبالذات بقى ان انتصار ميلان ما جاش مثلا على نفس وتيره انتصار تشيلسي السنه اللي فاتت 10 لعيبه قدام الجون وديدي دروجبا الناحيه الثانيه، انما ميلان امبارح قدر ان هو يكسب اداء ونتيجه بعد ما ابدع أليجري في فن تكتيك الدفاع. أليجري بدأ الماتش بال 4 3 3 الطبيعية بتاعته اللي بدأ يلعب بيها معظم ماتشات الدوري بعد ما تخلى عن ثلاثي في خط الظهر، فكان في ثلاثة في خط النص أمبروسيني ومونتوليفو ومونتاري وقدام بادزيني وبواتينج وشعراوي. ستيفان شعراوي امبارح كان بيأدي دوره الدفاعي على أكمل وجه، ودي حاجة ما كانتش معمولة مخصوص عشان خاطر برشلونة، اللي متابع ميلان هيشوف إن الراجل ده بيعمل كده في كل ماتش الميلان تقريبا، لأنه عنده التزام خططي وتكتيكي عالي جدا. ودي واحدة من سمات أي فريق عايز يكسب. واي فريق كبير لو بصينا مثلا على فوز بايرن ميونخ ضد ارسنال هنلاقي ان ريبيري اللي كان بيلعب في الحته دي او مولر اللي كان بيلعب ناحيه اليمين الاثنين كانوا على طول بيسقطوا ويساعدوا الظاهرين بتوعهم اول ما الفريق بيفقد الكوره. الناحيه اليمين بقى هي اللي شهدت طفره لان بواتينج اللي ما لعبش ولا ماتش عدل من اول الموسم عدل التالق مره تانية، وكيفن برينس لعيب مزاجي يعني عشان عارف اهميه الماتش ده وان العالم كله بيتفرج عليه قرر انه يطلع كل اللي عنده ويدي 110%، فالراجل كان بيأدي دوره الدفاعي برضه على اعلى مستوى وفي نفس الوقت كان بيلعب الكره السهله من غير فتي لحد ما بدأ ان هو يكتسب الثقه في الشوط الثاني وبدأ فعلا في الابداع. فمع رجوع بواتينج وشعراوي الاثنين عشان يغطوا على الاطراف ده سمح لكونستانت واباتي انهم يضموا شويه على قلبي الدفاع. السبب اني قلت في الاول ان أليجري تقمص الى حد ما دور خوسيه مورينيو كان اشاره لخط ظهر ميلان اللي كان يشبه تمركزه في تمركز خط ظهر ريال مدريد في ماتشاته المؤخره ضد برشلونه. فلو ركزنا كنا هنلاقي ان خط ظهر ميلان ما كانش عامل عمق دفاعي ومقرب من اباتي، انما كان بيلعب بطريقه متقدمه ومقرب قوي من خط النص عشان يقفل المساحه اللي ما بينهم اللي هي الحته دي وهي منطقه عمليات برشلونه، ونجح في ده بشكل كبير جدا. والدليل على ده ان احنا شفنا في اوقات كتير زاباتا وميكسيس كانوا بيقطعوا الكوره في نص الملعب، حتى الانذار اللي ميكسيس خده بعد ما شنك ميسي كان تقريبا عند خط النص بالظبط. وبكده نقدر ان احنا نتاكد ان أليجري ما كان عامل تكتيك عالي جدا في الدفاع وما كانش مجرد انه رامي 10 لعيبه واقفين قدام الجول. وبالالتزام القوي جدا والرهيب لخط الظهر وخط النص وخط الهجوم نجح أليجري واللعيبه انهم يقفلوا كل مفاتيح اللعب لبرشلونه اللي تقريبا ما كانش ليه اي خطوره على مرمى ابياتي. ولو رجعنا للاحصائيات هنشوف انهم شاطوا شوطين بس ما بين الثلاث خشبات. غير التفوق التكتيكي امبارح لماسيميليانو أليجري فكان فيه عنصر كمان مهم جدا ساعد على الفوز وهو التفوق البدني الواضح للعيبه ميلان على لعيبه برشلونه، ودي حاجه ما عودوناش عليها خالص الفرق الايطاليه وبالذات مؤخرا في ماتشات اوروبا انهم دايما عودونا انهم يفيصوا في الثلث الاخير من الماتش اذا كانت اخر ربع ساعه او ثلث ساعه، انما امبارح كان في جرينتا وعزيمه وتركيز وحضور بدني وبالتالي حضور ذهني للعيبه ميلان لحد اخر دقيقه في الماتش، والفضل في ده بيرجع على طول للمدرب. فمره كمان هقول برافو أليجري. انتقالا الى برشلونه فهرجع اقول نفس الكلام اللي قلته كتير قوي قبل كده ان في فرق كبير جدا ما بين برشلونه مع جوارديولا وبرشلونه مع فيلانوفا. حقيقي ان الفريقين بيقدروا يستحوذوا على الكوره لنسب عاليه جدا في كل مباراه، انما ايام جوارديولا الفريق كان بيحول استحواذه ده لفرص على المرمى وكان بيخلق على الاقل 10 فرص محققه للتسجيل في كل مباراه، انما دلوقتي فالاستحواذ على الكوره سلبي جدا والفرص اللي بتتحول وبتترجم على مرمى الخصم بقت قليله جدا جدا. لكل الناس بقى اللي كانت بتقول ايام ما البارسا كان بيشيل اي فريق في اوروبا ان ده شغل لعيبه واللعيبه دي جامده جدا واي حد ممكن يلعب بيها وجوارديولا ما بيعملش حاجه وممكن يجيب اي مدرب تاني يمرن برشلونه، احب اقول لهم بقى دلوقتي سمعونا صوتكم. بعد نهايه الشوط الاول كان واضح جدا الفشل الذريع في برشلونه في انه يخترق دفاع ميلان من العمق،
بالذات وانه فضل يعتمد على التمريرات القصيره وما حاولش انه يعمل تمريرات طويله بيعملها جافي حلو قوي عشان يضرب بيها خط ظهر ميلان مستغل سرعه ثلاثي الهجوم فابريجاز وميسي وبيدرو. وفي الشوط الثاني نفس طريقه اللعب فضل يلعب بيها الفريق وما استغلوش مفتاحين مهمين جدا للعب وهم البا والفيش اللي لو كانت ركز شويه الهجوم من عليهم كان هيفتح الملعب قوي ويساعد على فتح مساحات ما بين خط ظهر ميلان المتكتل وخلق فيه شويه ثغرات. فوق كل ده بقى فانا سعيد ان فيلانوفا بيدفع الثمن الغالي على ابقائه القيمه كبيره زي ديفيد فيا يصدي على دكه البولادة ففضل يلعب بنفس الطريقه بدون مهاجم صريح. فمنتهى السهوله ديفيد فيا كان ممكن ينزل امبارح يلعب على الخط او حتى يلعب كمهاجم صريح لان الراجل ده بيمتلك ميزه ما بقتش موجوده عند مهاجمين كتير جدا في العالم وهو الحس التهديفي اللي عنده بالفطره الامكانيه اللي عنده لفك شفره اي دفاع متكتل. فالراجل ده بنزوله امبارح كان ممكن يعمل قيمه كبيره قوي لبرشلونه طبعا لو كان في الفورمه انما هو اصلا ما بيلعبش بقاله كتير وما هوش في فورمته. واعتقد ان ديفيد فيا ممكن يكون الانتقال الاول لبايرن ميونخ في الصيف الجاي مع مدربه الجديد بيب جوارديولا. بالنسبه لميسي بقى فالموضوع فعلا محير. يعني انيستا كان بيلعب ناحيه الشمال ومقفول عليه برضه بنفس الطريقه انما الراجل على الاقل كان بيحاول بس ليو ما جاش اساسا. هل ده ممكن يكون راجع لمشكله بدات احس كده ان لعيبه برشلونه كلهم بيعانوا منها وهي احساسهم انهم كده كده هيكسبوا الماتش وباقل مجهود بالذات في غياب مدرب صارم وفي نفس الوقت يقدر ان هو يحفز اللعيبه. ولا ممكن مشكله ميسي تكون اكبر من كده ان هو بدا يتعود على اللعبه في الدوري الاسباني والمساحات الكبيره والواسعه جدا اللي بيلاقيها وكمان هشاشه وضعف معظم المدافعين اللي هناك. بصراحه اسئله كتير صعب جدا الاجابه عليها بالذات ان دي مش اول مره يفشل فيها ميسي تماما في التعامل مع الدفاع الايطالي. قبل ما اختم احب ان اعمل وقفه قصيره مع نجم المباراه من وجهه نظري وهو لاعب خط وسط ميلان والمنتخب الايطالي ريكاردو مونتوليو اللي بيقدر في اوقات كتيره جدا انه يسد الثغره الكبيره اللي تسبب فيها رحيل اندريا بيرلو عن ميلان. فالراجل امبارح كان بيشتت الكوره بعشوائيه في اوقات نادره جدا، معظم الوقت بيقف على كورته ويبص حواليه بنظره كويسه جدا للملعب ويطلع تمريره يا اما قصيره يا اما طويله لواحد من زملائه، وفي نفس الوقت بيمتلك شراسه دفاعيه رهيبه. وده بيثبت قد ايه في ظلم اعلامي كبير جدا لمعظم نجوم الكالتشيو. الاعلام دلوقت بيدور على الفلوس، والفلوس يا اما في انجلترا يا اما في اسبانيا. للاسف مونتوليفو لو كان بيلعب في توتنهام مثلا او حتى في نيوكاسل في انجلترا كان زمان العالم كله بيتكلم عليه وعلى موهبته والفرق الكبيره ما كانش هيبقى عندها اي مانع في انها تدفع فيه ملايين. قبل ما اختم احب اسيبكم في مقارنه صغيره ما بين احصائيات ماتش ميلان وبرشلونه اللي اتلعب امبارح وماتش تشيلسي وبرشلونه اللي اتلعب السنه اللي فاتت اذا كان الذهاب او الاياب. يا ريت تبصوا على المحاولات اللي على المرمى وعلى كميه التسديدات اللي ما بين الثلاث خشبات. فده هيبين بدون ادنى شك ان في فرق كبير ما بين برشلونه السنه اللي فاتت وبرشلونه السنه دي وما بين دفاع تشيلسي السنه اللي فاتت ودفاع ميلان امبارح. اكيد هارد لك لكل جمهور البلوجرانا وفي نفس الوقت الف مبروك لجماهير الروسينيري. مباراه العوده بما ان هيشارك فيها برشلونه وهتبقى في الكامب نو فاي حد ممكن يكسب. انما بغض النظر اذا ميلان قدر ان هو يتاهل للدور الثاني او لا فهو بالتاكيد رفع راس ايطاليا ورفع راس كل انديه الكالتشيو. سلام.